السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سؤال أسماء من أيتورير، كتقول أنا كندق لبراء ديال السكر والطبيب مانع علي الصيام، ولكن أنا بغيت نصوم، واش الله عز وجل غادي يعاقبني؟ لا أسماء، بارك الله فيك، خصك تعرفي واحد المسألة. لما الطبيب تيقول لك ما تصوميش، هذا لا يعني بأن الله عز وجل قال لك صومي. خصنا نفهموا واحد القضية، أراه الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى هو نفسه قال في القرآن الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهو الله تعالى نفسه قال سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين، أي لا يستطيعون أن يصوموا. فحينما يعني الطبيب ينصحنا بعدم الصوم، فهذا الأمر مراد شرعا، مراد شرعا، ماشي العكس. الناس دابا كيعتقدوا بأن الطبيب لما تيقول لهم ما تصوموش بحالة يقول لهم عصوا الله، هذا خطأ. لا شوفي لالا، نقول لك إلا قال لك الطبيب ما تصوميش، بحال إلى الله تعالى هو اللي قال لك ما تصوميش، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هؤلاء كل بحسب اختصاصه، ففي الطب أهل الذكر الذين نسألهم الأطباء، وفي الفقه أهل الذكر الذين نسألهم الفقهاء، وفي البناء أهل الذكر الذين ينبغي أن نسأل في مسائل البناء هم المهندسون، وهكذا. يعني الشاهد عندي وأنه ليس هناك تعارض أبدا بين ما ينصحك به وما يشير عليك به الطبيب وبين ما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. الناس اللي ما كيصوموش خصهم يعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى غادي يكتب لهم الصيام ديالهم تاما، لأنه هو كان كيصوم، وما منعه من الصوم إلا المرض، وهذا المرض هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره على الإنسان، وقدره على الإنسان ليرفع الله من شأنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر بأن الإنسان يكون له منزلة كبيرة عند الله، يكتب الله له منزلة عظيمة عنده في الجنة، ولكن عمله هذا لا يوصله إلى تلك المنزلة، فلذلك تأتي الأمراض، يبتليه الله بالأمراض، لأن المرض يصل به الإنسان منزلة عند الله تعالى هي أعظم من الصيام وكذلك القيام. فلذلك نصيحتي لكل مريض في لا يستطيع أن يصوم رمضان: إياك أن تصوم رمضان، إياك أن تغامر بحياتك. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.